يعمل جيش الفتح على تسيير شؤون المناطق التي حررها من قوة النظام في مناطق بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، بالتوازي مع ذلك تحرص فرق على إخلاء المدنيين من مناطقهم خشية تعرضها للقصف العشوائي الذي تنفذه طائرات النظام على المناطق المحررة من سيطرته. تقوم فرق الدفاع المدني بإخلاء مدينة أريحة من المدنيين بعد تحريرها تحسبا لضربات النظام المتوقعة التي تهدف أماكن تجمع الأهالي والتي تأتي انتقاما من الثوار بعد كل معركة يتم فيها تحرير منطقة من مناطق سوريا. قمنا في مدينة أريحة بإخلاء حوالي 4000 عائلة، ولم يبقى إلا القليل، بعض العائلات التي تقطن في أطراف أريحة والله الحمد. ويقوم النظام الأسدي بتكثيف الغارات والقصف على البلدان التي تتحرر والمدن التي تتحرر، ونكون متواجدين في مكان القصف، نتوجه إلى مكان القصف لإخلاء السكان أو إسعاف بعض الجرحى. تتطلب إعادة الحياة إلى المدن المحررة الكثير من الأمور الخدمية التي سيقوم بها جيش الفتح، فانتقال المناطق من سيطرة النظام إلى المعارضة وضع على كاهل المعارضة الكثير من المصاعب اليومية التي تضاف إلى عملها العسكري. جيش الفتح هلأ مسؤوليتنا بالمدينة، هلأ إعادة الأمان للمدنيين، وقمنا بتشغيل الفرن، بإعادة المشافي، المي عم نوصل الصهاريج للبيوت، السوق رح يرجع يفتح إن شاء الله، عم نجيب النازحين من المخيمات، عرفت علي كيف، وإن شاء الله المدينة رح ترجع مثل ما كانت عليه من سابق يوم اللي كنا نحن، مو يوم اللي كان النظام إن شاء الله. عودة الحياة بشكل تدريجي إلى المدن السورية حاجة أساسية للسوريين بعد أن أبعدتهم الحرب عنها طويلا في المدن المتضررة، أملا منهم بعودة الحياة المدنية لكامل الأراضي السورية. بتحرير مدينة أريحة تتسع